الحمل يؤدي إلى الكثير من التغيرات الفسيولوجية داخل جسم المرأة، وذلك نتيجة تغيير مستوى الهرمونات بالجسم. الفهم الدقيق لهذه التغيرات هو من أهم العوامل التي تحدد جودة العلاج المقدم للمرأة الحامل. قبل الحمل يجب القيام بفحص شامل وتنظيف الأسنان بالإضافة لإتمام خطوات العلاج اللازمة. خلال الحمل قبل أخذ موعد في عيادة طب الأسنان ينصح بمراجعة طبيب النساء والولادة للتأكد ما إن كان هناك أي تعليمات مخصصة يجب اتباعها. احرصي دائما على إخبار الطبيب في حالة الحمل. لا تنسي إطلاع طبيب أسنانك على أسماء الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات في حال قام طبيبك بوصفها لك. الفحص الروتيني يمكن القيام به في أي فترة من الحمل. الإجراءات الطارئة يجب القيام بها على الفور، أما الإجراءات الأخرى فينصح بالانتظار إلى ما بعد الولادة. التقنية الحديثة ساعدت في جعل الأشعة أكثر أماناً في وقتنا الحالي. يمكن القيام بأشعة الأسنان بشكل آمن عند الحاجة وعند طلب طبيب أسنانك، علماً بأن طبيبك سوف يقوم باستخدام الإجراءات اللازمة لحمايتك من الإشعاعات. لا تهملي مواعيد التنظيف الروتينية. خلال فترة الحمل تكون المرأة أكثر عرضة لالتهابات اللثة المصاحبة للحمل نظراً لتغيير مستوى الهرمونات في الجسم، ويجب زيارة طبيب الأسنان عند ملاحظة أي آلام أو نزيف حاد في اللثة خلال فترة الحمل. ولأن الوقاية دائماً خير من العلاج، احرصي على القيام بتنظيف أسنانك واتباع أساليب الوقاية اللازمة لتجنب أي التهابات مستقبلاً. الحمل والغذاء. قد تشعرين بتغيير في شهيتك خلال فترة الحمل، لذلك تجنبي الوجبات الغنية بالسكريات. عند ازدياد فترات الوجبات الصغيرة تزداد عرضتك لتسوس الأسنان. حافظي على غذاء صحي متوازن. أسنان جنينك تبدأ بالتكون عند الشهر الثالث من الحمل. الغذاء الصحي المتوازن يحتوي على مستوى متوازن من الألبان والمعادن التي تساعد على نمو طفلك وصحة أسنانه ولثته مستقبلاً.